لواء محمد ابراهيم وزير الداخليه المصري عوده الدوري المصري على سلوك جماهير النادي الاهلي المصري في مباراه الذهاب لفريقهم امام الفائز من البن الافريقي جوز القمر. عارفين الماتش العوده ده هيبقى يوم تقريبا 23 24 25 حاجه كده، او 24 25 26 مارس. الكلام ده يا جماعه انا باكد لكم الموضوع بقى صعب جدا، مفيش دوري السنه دي، محدش حط امل، الامل الوحيد ان دوري الدرجه الاولى به وبتاع يرجع. طب لو رجع، حتى لو رجع ايه معناه؟ خصوصا ان الدوري بيتلعب عشان خاطر فرق تصعد، وبالتالي لابد ان يكون الدوري الممتاز بيتلعب عشان فرق تنزل. فايه المعنى؟ والدوري بيتلعب ليه اساسا؟ هو الديربي بيتلعب عشان يخلص وعشان الفلوس، ولا الدوري هدفه فني وهدفه ايضا منتخب مصر؟ دي كانت اخبار بعض الاخبار.